أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قل قل أوحي أوحي إلي إلي أنه أنه استمع استمع نفر نفر من من الجن الجن فقالوا فقالوا إنا إنا سمعنا سمعنا قرآنا قرآنا أجبا أجبا يهدي يهدي إلى إلى الرشد الرشد فآمنا فآمنا به به ولن ولن نشرك نشرك بربنا بربنا أحدا. أحدا. وأنه وأنه تعالى تعالى جد جد ربنا ربنا ما ما اتخذ اتخذ صاحبة صاحبة ولا ولا ولدا. ولدا. وأنه وأنه كان كان يقول يقول سفيحنا سفيحنا على على الله الله شططا. شططا. وأنا وأنا ظننا ظننا أن أن لن لن تقول تقول الإنسان الإنسان تقول 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 الإنسان الإنسان والجن والجن على على الله الله كذبا. كذبا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنسان والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا شهابا رصدا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل أددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أهدا إلا من ارتضى من رسولي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء أددا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيحنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنسان والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فرجت فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أهدا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ما شاء الله. We just making a practice here. Don't take this one as a perfect reading. Inshallah, we will improve. This is Surah 72, Surah Al-Jinn. Inshallah, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, we read it 2 times. And inshallah, we'll come back with a more beautiful recitation, inshallah. Wa bi'iznillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.